مغطي الاسم طبعا عشان اتكلم على راحتي. هذه واحدة تسأل وقاعد تسوي حرفيا كل شيء عكس اقوله. اول شيء قاعد تقول استخدمت 4 ديفرنز زائد 4% المفتح تقصد الهيدروكنون. طبعا قاعد تستخدم مو خلطة ثلاثية خلطة ثنائية يعني بدون ترطيب، مو قاعد ترطبهم مثلا مرطب ميدي هايدر او بمانثين او غيره، فمعناه انه قاعد تستخدمه مركز وهذا شيء غلط طبعا راح يهيج. تستخدمه حول الفم، دائما نقول بعيد عن الفم وبعيد عن العين، هذا شيء ثاني. قاعد تستخدم غسول تكاثب الأحمر في سلسلك أسد، دائما نقول نحاشوا عن أي غسول في سلسلك أسد، يعني أي شيء أقوله قاعد تستخدم تسوي العكس. طبعا مو متعمدة لكن أكيد يعني مو متابعتني عدل، لذلك خايفة كاتبة آخر شيء حست أنه فيه احمرار وخايفة يزيد الاسمرار. طبعا أقول أبشرك راح يزيد الاحمرار ويزيد الاسمرار، جهزي نفسك حق الاسمرار بالزيادة والنتائج العكسية. للأسف كل إن قاعد تستخدمين الطريقة الخاطئة، فبس حبيت أبشرك لأن لازم تكون حذرة في استخدام مثل هالكلمات هذه، وتتابعيني عدل ترجعين حق فيديوهاتي. وعشان كذا يا جماعة دائما أحيانا أكرر كلامي، في بعض الناس يقول ليش تكرر كلامك، لأن عرفنا الشيء هذا المعلومة هذه. أكرر كلامي لأن في ناس مو قاعد يتابعون عدل، مو قاعد يسمعون عدل، ما يركزون عدل، فتصير لهم نتائج عكسية.